وبالعودة مرة أخرى لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، معنا لمزيد من التفاصيل سعادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تحياتي لك سعادة السفير. سعادة السفير تحياتي لك. نعم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تحياتي لك سعادة السفير. أهلا وسهلا بيك يا أهلا حبيبي. أهلا بك سعادة السفير، يعني حدثنا أكثر عن تفاصيل اجتماع اليوم الرئيس بالحكومة ورئيس الوزراء. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أتت في أكثر من نقطة، تحديدا فيما يخص توفير السلع الغذائية بشكل عام بأسعار مخفضة، أيضا دور الأمن ومواصلة جهوده لإرساء الأمن في كل محافظات وربوع مصر، يعني تفاصيل أكثر عن الاجتماع. لا طبعا هي زي ما حضرتك عرضتي التقرير وفي بيان الرئاسة، هو الحقيقة كان اجتماع مخصص لمتابعة دورية لتعليمات وتوجيهات السيد الرئيس في مجالات مختلفة حساسة تهم المواطن وأمن الدولة، ليس فقط الأمن الجنائي أو مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا خاصة بتوفير السلع، وخاصة وأنه موسم يعني رمضان مقبل، وهناك حاجة ضرورية طبعا للوقوف على مدى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. كذلك أيضا من النقاط المهمة جدا موضوع تنقية البطاقات التمويل الخاصة بالدعم المقدم للمواطنين، وده جهد كبير جدا تم بذله خلال الفترة الماضية، ليس فقط من وزارة التموين، ولكن ده جهد مجمع من وزارات مختلفة ومن الرقابة الإدارية ومن أجهزة كثيرة جدا في الدولة للقيام بهذا العمل، وهو عمل الحقيقة يعتبر إنجاز كبير جدا، لأن وضع ضوابط لمنح المواطنين الدعم لا يجب أن يكون يعني الدولة بتهتم أن الدعم يصل إلى مستحقيه، هناك عدة معايير تم الاتفاق عليها منذ فترة، بيتم الكشف عن تلك المعايير، إن لم تتوفر فبيتم إسقاط البطاقة أو الوقف العمل بها. طبعا المعايير اللي ما أقولها لحضرتك يعني ممكن السادة المشاهدين يعرفوا قد إيه الجهد اللي اتعمل، امتلاك السيارات الفارهة، مصاريف المدارس التي تتجاوز 30,000 جنيه في الشهر، حيازة الأراضي، من يكون لديه أكثر من 10 أسدنة لا يستحق الدعم، من يتجاوز فاتورة التليفون المحمول لي أكثر من 1000 جنيه في الشهر لا يستحق الدعم. معايير كثيرة الحقيقة كانت يعني واحدة فقط من تلك المعايير كفيلة بأنها تمنع من يستحق من يأخذ الدعم، ويتوجه الدعم إلى يتم توجيهه إلى القطاعات أو الفئات المستهدفة التي تستحق هذا الدعم. فهو جهد كبير جدا الحقيقه تم، وفي طبعا شكاوي او في تظلمات، بتقبل التظلمات، ومن يثبت ان التظلم بتاعه صحيح وله الحق بيسترد البطاقه مره اخرى. وجهد كبير طبعا قايمه به الرقابه الاداريه ووزاره التموين ووزاره الداخليه ووزاره الاتصالات، لان طبعا العمل بيتم من خلال الرقم القومي، بيتم الكشف في خلال تلك يعني داخله بالرقم القومي. ده طبعا من ضمن الموضوعات الهامه جدا. طبعا موضوع اخر السلع زي ما سيادتك تفضلتي، موضوع مكافحه الارهاب والعمليه الشامله سيناء، وايضا الشق الجنائي، ليس فقط شق الارهاب ومكافحه الفكر المتطرف، ولكن ايضا الشق الجنائي اللي خاص بامن المواطنين وممتلكاتهم وصون مقدراتهم. نعم سعادة السفير، هل لك أيضا أن تطلعنا على الجانب الخاص فيما يخص تعبير ماكرون في اتصاله الهاتفي للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في تطابق وجهات النظر في كثير من الملفات والقضايا الإقليمية على رأسها ملف ليبيا تحديدا، أيضا الدعوة الخاصة من ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مجموعة أو قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، هل لك أن تطلعنا على المزيد؟ هو الحقيقة الاتصال تم مساء اليوم، وكان الحقيقه يعني من ضمن الموضوعات الرئيسيه اللي تحدث فيها الرئيس ماكرون والاشاده الكبيره بالقمه العربيه الاوروبيه التي تعد الاولى من نوعها اللي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ.
وهو الحقيقه الرئيس ماكرون لم يحضر هذه القمه لارتباطات مسبقه، وحضرها وزير خارجيته لودريون، والرئيس الفرنسي يعني اشاد بالاطباق الايجابيه والمردود الايجابي اللي موجود داخل اروقه الاتحاد الاوروبي، وهو لمسه بنفسه ونقله الى السيد الرئيس بان كان القمه كانت ايجابيه وكان مردودها ايجابي جدا، وطريقه اداره الجلسات وطبيعه الموضوعات التي طرحت وطريقه النقاش بشفافيه وبصراحه بين الجانبين العربي والاوروبي كانت محل اشادته الحقيقه، وانه يعني ان شاء الله يكون في استمراريه للمحفل اللي ابتدى على ارض مصر. بالنسبه لدعوه رئيس ماكرون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمه الجي 7 او الدول الصناعيه الكبرى، هي الحقيقه بتاتي طبعا تقديرا لدور مصر الكبير وايضا لرئاسه السيد الرئيس للاتحاد الافريقي هذا العام، فدولة الرئاسة طبعا بيوجه إليها دعوة لحضور عدة فعاليات بتعتبر شراكة دولية ما بين دولة الرئاسة وبعض الفعاليات المتعددة على مدار العام حول العالم، منها قمة الصناعية الكبرى التي ستعقد في جنوب فرنسا آخر أغسطس القادم إن شاء الله. الملف الليبي طبعا ملف ذو أهمية خاصة جدا بالنسبه لمصر وبالنسبه لدول جنوب اوروبا خاصه فرنسا وخاصه ايطاليا، لان طبعا استمرار الازمه واستمرار توتر الاوضاع في ليبيا بيجعل ان طبعا يعني لا يساعد ذلك في الاستقرار سواء لدوله جوار زي مصر او لدول المطله على حوض البحر المتوسط خاصه فيما يتعلق بالارهاب و الهجرة غير الشرعية. اليوم بنرى أن الإرهاب أو التنظيمات الإرهابية في كل من شمال العراق وسوريا يعني انسحبت بشكل كبير، فهناك تخوفات من أنها تنتقل إلى أماكن أخرى سواء لليبيا أو لغيرها، فطبعا في تعاون وتنسيق حثيث جدا بين مصر وشركاء الدوليين وعلى رأسهم فرنسا. نحن يعني بصدد المكالمة اليوم في التنسيق في هذا الملف الهام. أيضا كان هناك في يعني تبادل وجهات النظر او حديث عن العام الثقافي ما بين مصر وفرنسا اللي اعلن عنه هذا العام. هناك مجموعه ثريه جدا من النشاطات المشتركه بالتبادل ما بين مصر وفرنسا على 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 مدار عام 2019، تم طبعا النقاش على بعض او اهم تلك الفعاليات، خاصه وان يعني فرنسا ثريه جدا بتاريخها الثقافي، هناك يعني تاريخ ممتد للتعاون ما بين مصر وفرنسا في هذا الاطار. نعم، اشكرك شكرا جزيلا معالي السفير على كل هذه التفاصيل. معالي السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، شكرا جزيلا لك.